نفس ما قلنا شنو الساعه 40 دقيقه لا لا برضه اطول من دراجون بول ايفولوشن ترى اري بقدر شفت شوي ما كملته انت بتنتحر عادي قفلت الباب ما بيقدر يشرد شباب السلام عليكم شباب اذا شفتوا الفيديو اللي قبل هاي اللي هو تحدي دراجون بول السيزون الجديد منصور خسر طبعا وهالمره لازم يشوف الفيلم اذا ما شفت الفيديو اللينك تحت خسر تحدي دراجون بول الحين لازم اراوي فيلم نفس ما قلنا شنو ساعه 40 دقيقه لا لا برا اطول من دراجون بول ايفولوشن ترى المهم الحين لازم يشوف فيلم اخس من دراجون بول ايفولوشن انا حصلت والفيلم دراجون بول كوريان ساوث كوريان للأسف مو نورث كوريان نفس أفلام غودزيلا التقليدية زين وساوث كوريان unlicensed وش اسمه unofficial لكن الفيلم صراحة خل بدي ليش قاعد نضحك زين شباب هاي فيلم دراجون بول كوري من يوتيوب حصلناه لأنه نفس ما قلت لك في يوتيوب في ويكيبيديا شنو مكتوب the only legal way to watch this movie is to buy the original VHS زين وال VHS التيب انباع على اي باي اخر مره 200 دولار تقدرون تخيل كم يعني 200 الحين 60 70 دينار 65 لا مو 80 لا 80 80 دينار حق اخس فيلم دراجون بول خم بعد الفيلم على يوتيوب اشك انه بيسوون لنا كوبي رايت سترايك زين بنشوف الانترو على خفيف وبرايكم المقاطع المهمه شفتوا انا المقاطع المهمه مسجلها عندي هاي الانترو طبعا الاغنيه حدها فن اكيد تعرف في شيء لما قعدت طالع الفيلم في شيء على بالي ما ليش احس شفته على تلفزيون البحرين الفيلم لا البناء ما يصير نوع البحر حكايات يمكن بعد بايقين الفيلم بعد بايقين قصة دراجون بول شوف نفس الانترو اللي جوكو يركض على اتوقع واحد كان يدخن في دوم كاميرا او تي جروب شو نفس الانترو اللي جو بس ناقص جو شكله واحد يفتر اكو بتشوف جوكو الحين ابالي عصفور انا ما اتذكر الاوريجينال كارتون بس يقول نفس الاوريجينال ستوري تقريبا لا شوف الحين السلاح يطلع ويختفي هاي انفنتوري مال رزنت ايفل لا تخل بس براك الانترو عشان تعرف شخصيات وتشوف اشكال في شيء غريب في خشمة كنا حاطين شيء عشان كبر خشمة لاحظ اكو شفنا الدراغون بول رجعنا عقب خلل فني ولكن ولا شيء بيوقفني علشان اراوي منصور هاي الكاميرا على كيفها وقف على كيفها وقفت وشيرت هاي انا واحد يطرش لك لوكيشن خلاص خير عند البيب عند البيب بس لف مني بس ما في شارع روح روح ولا عليك هاي نفس الشيء طب اشك عشان نسكت أنا أشك كل شيء في الفيلم صدق. استاذ دامي أشكرك فروه. هاي صار في الكرتون هالسين. شوف في شيء في خشمة مكبر خشمة لا. يبين شيء بلاستيك حطينا شيء نفس. أحسن طريقة صيد سمك. نفس ما تصور وين. قبل ما. سيارة اي دي اس اي دي اس هاي مال مكياج مال ضرع حطيها على الكمبيوتر عجب بوجهة الفيلم في النهاية يضعونك السكريبت في الكريدت شوف ايش قبر السكريبت من بعد بك خلاص ثلاث دقائق تعذبت ايوه انا عن قبل الرشوش
خوش شكل تذكر هاي 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 مهم في القصة أدري أمام ماستر روشي معنات إنه ماستر روشي بيض كان زين في سبتايتلز والله العظيم ما أعرف شو يقول مسكين الدخل الداخل هاي مسكين اللي داخل السوت يصير في الانمي يمكن في المانجا يمكن based on the manga with the anime maybe they stuck to the originals ما راح سنون أساسينا بيب ماجزو ما شفت قبل لا كنت أبي سبرايزز حقي بس شفت بسرعة المقاطع اللي فيها إش أكشن هو الفاينل فايت لازم تشوف أحسن هي في الفيلم طوف شنو ذي زين ما قاعد يصير شيء ليش ليش في الفيلم هاي ما حد عنده ايه بعد اهم سين في الفيلم لازم تشوف هاي صراحه بس حق هالسين يستاهلون اوسكار ليش ترى في الأفلام هو الناس يروحون ليش شايلوا يا تولد أغلق لا تتحرك لا تتحرك ترى في الأفلام يروحون الناس يروحون التولد بس طريقة ذكية ما يروحون كامل هاي حتى الناس ما وصلنا خل قطن طيب انا احط قطن الكاميرا دي قاعد يصور يا انت شو اكو يد تبين اللي حاول يد تبين وات ذا هيل هاي شي سخمام ولا شعر بعد في الفيلم تحس يوم تفاشل بعد ما لحل اليوم بس على الأقل هاي اليوم تشا يرفع يرفع من يوم تشا الأصلي تعرف تلفين الفايت فزوجة جوكو مستقبلية شلسي هاي أولون ولا بولون زي ذا انفجر على راسه بالغلط من كل الساينز المهمين اللي لازم يطلعون في الفيلم مين تتوقع طلع فيجيتا جريب نابا ايه نابا الوحيد اللي يطلع في الكريدت يعني كاتبين نابا بس انا شك ان هاي نابا هو لا ما ادري يمكن انا اصلا يمكن هاي هو بس انا اعتقد هاي اللي على صوب هاي طبعا هاي مين الشرير هاي هذا الشرير القصة هاي نافة هذا هكينا كنا ماستر بيتي شو هذاك الفيلم كومباو صدق فيلم كاتر بس حد عادي شو هاي ستشيل الطبخة على عصا بس حطين بس شوفوا نافة ويا الشعر العجيب تذكر شعر نافة العجيب حد
عندما استربتين يمكن هو بعد هاي نيو دي كان أحلى الصوت مالهم. وصلنا الفاينل سين الفاينل فايت أهم شيء في دراغون بول كل حلقة شنو أو كل فيلم الفاينل فايت حط في خشبة ذي روبوكاب ولا ستورم تروبر مو هلمت ستورم تروبر يمكن ليش لا لا يسوس هلمت ستورم تروبر ليش حاط جاير في خشبة تذكرها القلعة في دراغون بول ما كاسلفينيا قال يسوي وش هوف شنو؟ يسوي وش هوف اوه لحين انتو ما شفت الدراغون قال عد ديزني اه شوف هاي ساين هاي ساين ان ديزني بيشتروا دراغون بول وين هما؟ تحس هاي الممثل صار وايد مشهور الحين لأنه لعب دور اول ما كنت دور ايجابي at least he's committed it out شعره كلش مو نفس جوكو كم جي خسروا عليه انا اشك احس الحين اثنيناتهم قاعدين يسوون وشز رقات احس اثنيناتهم قاعدين يسوون وشز طلب واحد مو دقيقة هاي الشرير طلب لا الخنزير ما ذكر حلقة يسجنهم وجوكو يحارب ال روو في العربي يعني. ده ما شفت الإنجليزي ولا ما توقعكم شلون راحوا من هني لهني بس ولا خلصوا شنو هاي الفاينل فايت لا تعرف لما تسوي فيلم لو تسوي ريكرييت من الاوريجينال تشوف حيرة وش يسوي سيدي الصار أظن نسوي حطون لفكس أو خلص البوجت أو كانوا وفرون حق هاي شنو كان فيها ريجة يا زعم فجر الجبل طوف طوف لا ما باقي شيء باقي بوي يلا الفاينل فايت لا ترقد اهم مقطع يصعب يقول لما واتت انفجر ليش ازل ليش
خسارة الثياب اللي كانت لابساتهم وغطيتهم من أول ما طلع الأربر مالها خلاص. ليش مو يوم جاي تهوش؟ مو أدري شو صار. أو يعني هاي ما صار في الأنمي؟ أكيد ما صار في الأنمي. ما صار هاي في الأنمي بعد. ليش ما حق أني ساعدة مسكين؟ دبل وفان ما تتذكروا الحركة من الأنمي. شنو اللي انفجر بالضبط؟ ايه انفجر ولي؟ انزل ليش بالمساعة وخليه يطقونا الطق؟ الواد ما خده رجل. تقدر تشوف البترول الغاز اللي حاطينه على الأرض. شو الأفكت أنا إلها؟ شوف ليش في الأرض؟ يعني ما كانوا يقدرون يودونا أوف كاميرا وشي الفليم ثروه يمكن الكاميرا بتخترب. في فليبينج أكثر من اندي شوز. بس ما قلت وايد أشك إنه في ستانت مان هاي كلهم هم يسوون حركاتهم. سكر انا هني عبالي كسر رقبتي. بس بنادول واو تجي اوه لا مال برشن شي وياك شنو هاي العصا الفوم زين هاي احسن ولا ايفولوشن ريفولوشن اسمه ايفولوشن اي واحد اخر هاي احسن ايه هاي احسن ولا اخر احسن يعني هذاك اخس لان هذا وي وونت كولكت اول ذا دراجون بولز نخلصه خلاص الحين اخر شيء ما تبي تشوف سبيريت بوم اي سو سكيس ما تبي الحين سبيريت بوم حنا مو بي جي الفيلم أقول لك ما في ستانت مان مستحيل في الفيلم. قلت لك تذكر هاي أهم واحد. صار في الأنمي هاي ها متأكد أنت شفت الأنمي كامل مو مقطع ويا الفلورز شفته شفت مسكين حسب الغلط هاي متذكر هاي المشهد العجيب من الأنمي المكان الانفجار حتى مو ولا ما كان جريب حقه. ايش رايك في الفيلم؟ They recreated all the anime scene صح؟ خلك 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 ما كمل الفيلم. عندي دوايخ موري ليش كله من هالفيلم؟
بس هاي كان الفيلم شفناه على السريع تقدرون تحصلونه على يوتيوب. ومنصور الحين بروح أشوف، فإذا عندكم فيلم خايس تبون نشوفه كتبوا في الكومنتس. أنا منصور عجبه أكثر من إيفولوشن، يعني في شوي الفيلم في مستوى حتى لو قليل. مشكور على مشاهدة الشباب، لا تنسون إذا عجبكم الفيديو تعطونا لايك وتشتركون بالقناة. مع السلامة.